السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس النهاردة مهم قوي، وارد إن أنت حضرتك تستفاد بيها في عملك، في شغلك، في البرنامج بتاعك اللي أنت بتصممه. خد مني الفكرة، هي فكرة طويلة شوية. دلوقتي هنا بالنسبة لآخر ساعة، إيه الفرق ما بين آخر ساعة وهذا الساعة في البحث؟ هذا الساعة يعني هذا الساعة كام؟ الساعة دلوقتي 11 اهي، 11 اهي، هيجيب لك كل ما اتضاف الساعة 11 بس النهاردة، في تاريخ النهاردة، يبقى كل ما هو اتضاف في تاريخ النهاردة الساعة 11. إنما آخر ساعة هيجيب لك لا هيجيب لك اتضاف آخر ساعة، هيجيب لك اللي هو اتضاف في آخر ساعة، دلوقتي 11 وكام؟ وربع و10 اهي، داخلة و10 اهي، يبقى هيجيب لك من الساعة 10 و10 لحد 11 و10، جيب لك اخر الساعه. يعني انا اعتقد انا بتكلم بالعربي، مفهوم كل كلامي اللي انا عايز اقول ايه. يبقى احنا هنعملها ازاي؟ اول حاجه مهمه قوي قوي ان احنا بس نعرف الاول في الخانه دي هنعمل حاجتين هنا مهمين قوي. تكست بوكس ادي واحد بتاع الدقايق، اتنين بتاع الساعة، تلاتة بتاع اليوم، بتاع اليوم، الرابع بتاع ايه الشهر، الخامس بتاع العام. شفت؟ خمس حاجات لازم يتحطوا. دقيقة دقيقة دقيقة، ساعة، يوم، شهر، عام. هتقول لي ما في حد ممكن يعملها عن طريق كود؟ انا ما اعرفش كود، مش عارف، ما اعرفش، قول لي لو بتعرف قول لي، انا ما اعرفش. انا هعمل بالطريقة اللي انا ايه اللي انا هألفها دلوقتي. انت عارف عايز تكتبها كود من مرة واحدة، دور عند ناس تانية هتلاقيها، لكن انا دورت مش لاقي، يبقى هضطر غصب عني عشان البرنامج يكمل نعمل الحوار ده. يبقى اول حاجة بالنسبة، يبقى دلوقتي احنا عشان نجيب الدقيقة بتاعت دلوقتي الحال اللي احنا فيه دلوقتي، احنا عملنا حاجة اسمها ناو، اللي هو بيجيب لك التاريخ بالدقايق بكله. لا انا عايز اجيب دقيقة، دقيقة هنا تتفرغ هنا، يبقى بتساوي ده، هنشوف ده اهم حاجة بتساوي ايه. بتساوي تكست 144 اللي هو ناو، ناو اللي هو الان، اللي هو بيجيب لك التاريخ بدقيقة بالثانية. تمام كده؟ يبقى احنا عايزين نجيب منه دقيقة بس، هنقف على دي. والقيمة الافتراضية ونقول له بتساوي مينت بتاعت انهي بقى؟ بتاعت اللي هي 144. وقفل الكوس، خلصنا ادي كده اول حاجه. تعال نشوف جاب الدقايق ولا لا، يعني عشان مشبان ماشي، هنطلعها فوق شويه. هي عامه جابت ايه؟ دقيقه 12 اهي. بص اهي الساعة، الساعة ايه كام؟ 11 و12 دقيقة كده. أول حاجة الدقيقة، الساعة هنقف عليها. القيمة الافتراضية يعني ايه قيمة افتراضية؟ يعني أول ما تفتح النموذج هو اللي هيحسبها من نفسه من غير ما يرجع لك. بتساوي اتش بتاعت مين؟ بتاعت ال 144 اللي هو اللي احنا محددين فيها الناو والوقت حالا كده. جاب الساعة، كده جاب الساعة، هنعمل برضك بتاعت دي بتاعت اليوم. بتساوي دي بتاعت مين؟ بتاعت 144. واقفل الكوس، خلاص احنا هنخلي دي ديت زي ما هي كده اهو، مش هنحدد اللي ايه ال 144. بالنسبة للشهر القيمة الافتراضية بتاعتها بالنسبة للشهر خلاص مهمة جدا، لازم نعرف تاريخ الشهر.
طبعا دي الدقيقة، ده اليوم 8. يوم 8 ايه؟ لا بقى مش يوم 8 ولا حاجة، انا عارف يوم ايه ده. الساعة 8 ده بتاع تاريخ اليوم، وهنا هنعمل تاريخ الشهر. تاريخ الشهر طبعا احنا بناخد من هنا، من اللي هو اللي اسمه تيكست 44. بتساوي مانس بتاع التكست 44. وبالتالي اخر حاجة الير، بتاع التكست 44 وصل التوب كورس. يبقى شهر 9 2018، الساعة 8 الصبح، يوم 25 9. المطلوب طبعا في حاجة اسمها يوم، لو فضلنا نغيرها، لو فضلنا ان احنا نغيرها يبقى افضل. بتاع التكست 44 في الكورس. هي كده عملت 25/9 الساعة 8 و8 دقايق وإيه والكلام ده. دي أول مرة. آخر ساعة دي في ناس بتعملها بخطوة واحدة، والله أنا عم أبحث عنها ما عرفتش أوصل لها، لكن أنا بعمل حاليا دلوقتي باللي انا فاهمه او انا عارفه، او انا المفروض يعني ايه هي هتطول شويه لحد ما اعرف الكود. انا ما اعرفش، انا لسه ما اعرفش والله، مش عارف، انا ما اعرفش حاجه في الاكسس اصلا. بعد كده احنا هنعمل نسخه تبقى الاصل، في حالة لو بتساوي صفر الساعة دي هنقللها، هتبقى ديت نسخة الأصل، بس هتبقى ايه جنبها كده اهو. الدقيقة دي هتبقى زي ما هي، لكن ده هيقل واحد، ده هيقل واحد ناقص واحد. بس معايا بقى في حته ماشي. يبقى هو هنبحث من الساعة 7 و11 دقيقة لحد الساعة 8 و11 دقيقة، هيبحث لي كل اللي داخل في آخر ساعة. طب نفرض بقى الساعة دي صفر دلوقتي، هل هيعمل لي الساعة 23 ولا هيعمل لي ناقص صفر؟ تعال نشوف، تعال نشوف الموضوع ده. هنلعب في الساعة، نفرض دلوقتي الساعة الساعة صفر، أو مكتوب هنا صباحا على فكرة، يبقى إيه نقول الساعة 12 صباحا. لكن نبرك ونخش تاني. بص بقى عمل لي هنا إيه ناقص واحد، هو طبعا مفيش حاجة اسمها ساعة ناقص واحد، تمام. يبقى المفروض لو ده بتساوي صفر يبقى ده بتساوي الساعة 23، يبقى الساعة بتساوي ايه 23. الاكواد اللي انا عاملها هنستخدم كود اي اف لاول مرة، باستخدام كود اي اف لاول مرة هستخدمها النهاردة، ولازم تستخدم.
هناخد الكود الحلو ده وهنقوله هي كقيمه افتراضيه. بس قبل ما نعمل الكود الاي اف نكبره كده شويه عشان تشوفوه عشان تنقلوه. ده متغير، ده ثابت، ده ثابت، لا ده متغير برضه. نعرف الاول ده اسمه تكست كام؟ 154 اللي هو الخاص بالساعه. يبقى اهو هيتضاف هنا 154. لو تكست صفر ده بتساوي، مش بقى اكبر منه ولا بتساوي، لا بتساوي بس صفر كده، ها يبقى هتساوي 23. يبقى ايه؟ لو تكست صفر ده بتساوي صفر يبقى هتساوي تكست ايه؟ 23. ماشي. اي حاجه غير كده بتساوي تكست، بتساوي التكست نفسها. يعني بتساوي، يعني لو بساعه الساعه 1 ده او الساعه 12 بتساوي ايه؟ ايه بتساوي هي بس ناقص واحد تحت جوه القوس. ده هنا كده كده اصلا هي بتساوي 144 ناقص واحد. ماشي، نخليها 144 ناقص واحد. مش مشاكل زي ما هو مكتوب كده. وناخدها كده اهو ونضيفها هنا كقيمة افتراضية. اهو احنا كده لعبنا، احنا لو لعبنا في الساعة خليناها الساعة كام؟ 12 الصبح و16. يبقى هو هيبحث لي من الساعة 23 في الدقيقة 16 لحد الساعة 0 و16 اللي هو بتاع الساعة 0 ده يعتبر الساعة 12. بس ايه الفرق بين الساعة دي والساعة دي؟ ديت فيها صباحا ومساء، اخرها الساعة 12 بعد كده بترجع تاني الساعة 1 ايه الظهر. لكن دي بتبقى الساعة 0 لحد الساعة 23. النظام التاني اللي هو موجود اللي انت حضرتك كل حضرتك عارفينه يعني. خلاص كده. يبقى احنا كده ايه عملنا الشيك الاول. تعالى على يوم 25. تعالى على يوم 25. لو يوم 25 ده لو هنا الخانة دي بتساوي 23، ها يبقى احنا هنعمل الخانة اللي تحت دي بتساوي 24 ناقص واحد. معلش هو الموضوع معقد شويه بس في ناس مشكوره احسن مني بكتير و و و بيعملها بخطوه واحده بكود. انا مش عارف الكود، مش عايز انا اعطل البرنامج بتاعي. اعطله ليه؟ انا عامل بطريقه كده بطريقه ثانيه لحد ما اعرف الكود بس. يبقى هنا ايه؟ يوم 23 ده اللي هو هيبحث لي من هنا لحد هنا. يوم 23 الساعة 23 دي يبقى ايه؟ ساعة حرجة، يعني خلاص، يعني آخر ساعة في اليوم. يبقى طالما ده بتساوي 23 يبقى ده هنقصه يوم. ماشي؟ هنطبق قاعدة اف برضه. هي قاعدة اف هناخد اليوم ده، هناخد التكست دوت 159 لو بتساوي بقى المره دي 23 ها ال هيساوي تاريخ النهارده اللي هو ده بس ناقص ايه؟ واحد. هساوي تكست 160 ناقص واحد. اهو هتبقى في الخانة دي.
اي حاجه غير كده هتساوي الموضوع طبيعي قوي، هتساوي هو ده اللي هو 155 بس من غير ناقص واحد ولا ناقص ايه نيله اهي، ونشيل بقى كلمه ناقص واحد دي خالص. هنا اي اف الكلمه الافتراضيه اي اف، ونحط ايه المعادله. تعال احنا ما زلنا لاعبين في الساعه زي ما انتم شايفين اهي، الساعه 12 الصبح ما اتعملتش. هشوف ما اتعملتش ليه. احنا قلنا لو ده بتساوي 23 انهي اللي هو الخانه الثانيه، لو 159 ده بتساوي 23 مظبوط، هتساوي 160 ناقص 1. طبعا حته ناقص 1 دي داخل لجوه ماشي. احنا فين 160؟ 160 فين؟ طب ما نخليها كده ايه 155 كده ناقص 1. هنشوف كده 155، 155 ناقص 1 نشوف هتشتغل ولا لا. اشتغل عشان انا عملتها على نفسه، كنت عاملها على نفسه. حتى الان كده يجيب لي اخر الساعه ازاي؟ يجيب لي من الساعه 23 يوم الساعه 23 دقيقه من دقيقه 21 الساعه 23 يوم 24 ها بحث لحد دقيقه 21 الساعه 0 يوم 25. تمام كده لحد الوقت كده هو برنامج ما ينفعش برضك يشتغل. ليه؟ لان لسه في يوم الشهر، وارد الشهر ده يبقى برضك في وقت حرج اللي هو يبقى الشهر 12. لو شهر 12 والساعه 23 يبقى لازم برضو نعمل الشهر، قصدي معلش انا اسف، اليوم 31، يوم 31. طب هنعرف بقى ازاي ان 25 ده اخر يوم في الشهر؟ دي سهله وهنعرفها دلوقتي. ده في يوم جديد فاتفاجئت بهذا المشكله، فهنعمل لها هنحلها بالذات بسرعه ازاي. اللي احنا هنخلي القيمه دي ناقص واحد في تكست بوكس، يبقى هنا القيمة الافتراضية بتاعتها بتساوي الكلام ده بس ناقص واحد خلاص كده. يبقى احنا هنا اهو تساوي التسعة. طيب خد اسمه كام؟ طب اسمه ناخد الكلام ده وهنقف هنا وهنشيل كل الخانات دي ونخليها بس هنشيل بقى كلمة ايه ناقص واحد خالص خالص. قدرنا نعالجها، عدلنا بس ايه بسيط شوية. يبقى احنا كده السيرش هيبعت من دقيقة 42 الساعة 9 يوم 26 شهر 9 بحث لحد 42 الساعة 10 26 شهر 9. طب ما افترض ان اليوم دوت موافق يوم واحد، فلو ده موافق يوم واحد اللي احنا هنعمل حاجة اسمها بالنسبة لموضوع التاريخ الشهر. الشهر بنحله ازاي؟ هنعالجه ازاي؟ سهلة جدا. هيكون 1/9/2018 هنقص منها يوم، هنقص منها يوم. فالحته اللي جايه دي محتاجه تركيز شويه في فهمها. هنا عايز اقول ايه، خلينا بقى في الايه في النموذج اللي عليه الشغل دلوقتي. نفرض لو احنا نفرض يعني
لو احنا بدل ما يومنا النهارده كام؟ 26 9، ادي 26 اهي، 9 تحت اهي، تمام؟ شهر 9. نفترض لو احنا 1/9 اليوم اللي قبليه يبقى ايه؟ يبقى 31/8. طب مش عرفنا 31/8 ولا؟ طب ممكن تكون 30/8. طب انا عايز يحسب اخر يوم في شهر ايه؟ 9. فاحنا هنا ال 26 9 ديت هنعمل تكست بوكس. واحد هيقول انت بتعمل تكست بوكس كتير ليه؟ والله انا تكست بوكس ده ما بشتروش بفلوس زي ما انت شايف، يعني مش 3 بجنيه مثلا، يعني احنا هو شغلنا مش هينفع معايا تكست بوكس. حته الكود مره واحده ديت ما اعرفش، شوف عند حد غيري انا ما اعرفش. يبقى احنا هنا هننقص، تاني نعيد، يبقى هنا تكست بوكس بتاع 26 ده اسمه هنا اهو 155. وبالك بقى 155 ده هنحفظه كده، تمام؟ وهنا بتاع التاريخ دوت اللي هو 26 ده اللي هو التاريخ بتاع تاريخ النهارده، واخد اهو الرقم ده. هنعمل تكست بوكس تاني جديد ونقول له ده ناقص ده، خلاص كده اسمع، يبقى كده هيجيب لك اخر يوم في الشهر اللي فات. خمسة وخمسين ناقص 22. لا كده بايظ بايظ، تعالى نعملها تاريخ وايه، تعملها تاريخ هجري ده ولا ايه؟ انا ما تنسيك تاريخ 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 شوط التاريخ وضعك كويس. طب نتأكد 26 اللي هو 146 ناقص، احنا عكسناها ولا ايه؟ هنشوف. احنا عكسناها، المفروض ده الأول وهنا 155. خلاص كده يبقى هو جاب لك اخر يوم شهر. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده لو ده بتساوي يوم واحد في الشهر، يبقى بالتالي ده هتساوي اليوم بتاع ده، هيساوي اليوم بتاع ده، وده في نفس النظام، ده هيساوي ده ناقص واحد، او التاريخ او التاريخ بتاع ده. يبقى احنا دلوقتي هنفرط التاريخ ده، هنجيب منه اليوم والشهر، اسمه ايه هنا؟ اسمه تكست 165 هذا، خلاص كده 165. طب يا سيدي احنا عايزين اليوم بتاعه والشهر بتاعه دلوقتي، خلينا في السنه بعدين. يبقى هنا بتساوي الهور الاتش ار ولا الاتش اور ده بتاع الرقم ده التكست ايه بوكس ده، واقفل الكورس. نفس النظام هنا بتساوي مانث بتاع التكست بوكس ده، خلاص. يبقى هنا عملية تحضيرية احتياطي. ايه ده؟ مش عارف احنا عملنا ايه؟ لا الساعة، لا 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 مش الساعة، احنا عملنا الساعة، لا هو اليوم اللي هو الدي بتساوي دي بس يا بت دي. اهو كده عملنا ايه الحته دي تحضيريه، يعني احتياطي، هينزل الملعب في وقت معين الاثنين دول. تعالى بقى احنا قلنا هنا
لو ده بيتساوي 26 يبقى ده هنخليه 26 زي ما هي. في حالة لو ده بيساوي 1 يبقى ده هيتساوي 1 ورا تي. يبقى هناخد الاي اف اللي هنا حطنا دلوقتي. تعال في حالة لو ده بتساوي يوم 1 انهي بقى؟ 155 اهو يا سيدي، 155 بتساوي 1. ها هيعمل ايه؟ هتساوي ده، ساعتها هتساوي ده. اي حاجه غير كده ما تعملش حاجه. اي حاجه غير كده خليها زي ما هي 26 155. ده الكلام ده امتى؟ هنا في الاي اف هنا. ده 26 في الاي اف هنا، مش ده 26 بتاع اليوم؟ مش عارف احنا عملنا دي ليه اصلا، مش عارف. ماشي. حتى الان هو ما عمليش الحسبه لان لان ايه؟ لان ناقص 26. طب تعالى نعدل في التاريخ ونخليها النهارده 1. ايوه بالظبط كده. يبقى هو جاب لي النهارده 1 في 1/9 اهو، خلاها 31 كحته تحضيريه علشان تبقى 31/8 بدل من 9. نفس النظام لو لو ده بتساوي 1 يبقى بالتالي ده هيساوي، تعالى اعملها بالاي اف، ادي الاي اف اهو، حضر بالاي اف بتاعتنا. هو الحلقات اللي فاتت دي كلها عن الاي اف. الاي اف بقى هنستخدمه في دي بديت. طيب اول حاجه بنعملها ايه؟ لو ده اللي هو انهي التكست 155 بتساوي 1 يبقى يساوي ده اللي هو انهي؟ اللي هو 169 ده. اي حاجة غير كده خلاص يبقى هتساوي 155 تاني زي ما هي كده بس. يبقى كام ده في الايه؟ بتاعت شهر 9 القيمة الافتراضية. ما عملتش رغم النهاردة معمول 1/9. خلاص شوف شوف. تعال لو احنا قلنا لو ده بتساوي 1 يبقى تاني. قلنا لو ده بتساوي، لو 155 155 بتساوي 1 هتساوي لي هتساوي لي دوت اللي هو 169 169. خلاص اي حاجه غير كده هتساوي 155 تاني. بس الكلام ده هنا مش عارف ليه ما عملش الكلام ده هنا. اف 155 تساوي 1. مش عارف بقى اشوف كده لسه ما زال. هو ممكن علشان خاطر البتاعه دي موجوده، هنشوف كده نجرب نشيلها. هي كده ساوت صح مظبوط. 8 8. نفس الشيء هنبص هنا بصه، فاضيه
فاضية فاضي طيب احنا كده ماشيين سليم. تعالى بقى نرجع التاريخ تاني. التاريخ النهارده كام؟ 26. النهارده 26، النهارده 26 الأربع، بس كده 23. ايوه كل حاجة زي ما هي. بس في مشكلة هنا، هنا خلى الشهر من 9 إلى 26. ليه بقى؟ في بروبليما. المفروض بيتساوي نفسه اللي هو بتساوي ده تاني، اللي هو لو يبقى بتساوي 156 بقى، مش 155. 56 6 56 بس. هي ايه؟ 56. طيب بالنسبة للسنة، السنة هيرتبط بالشهر، هيرتبط بإيه؟ بالشهر. ده السنة مش الشهر وبس، ده الشهر واليوم واليوم والساعة. موال موال ماشي. أنا ناقص نقطة مهمة. في حالة الساعة صفر هيجيب طبعا بالتالي الساعة 23، يبقى عايشين من يوم واحد لحد 31. ده كلام مظبوط. نفترض لو الساعة مش صفر، الساعة دلوقتي مش صفر. يعني ايه مش صفر؟ يعني مش الساعة 12 بالليل. يعني مش 12 بالليل، يعني الساعة مثلا واحدة. ايه اللي ممكن يحصل؟ برضك عمل لي هنا الساعة صفر، ما فيش مشاكل. لكن ليه هنا عمل من يوم واحد ل 31؟ يبقى احنا هنطبق حاجة، هنزود حاجة في كود اف، او قاعدة اف، او قاعدة اي اف، ولا ايه؟ هننقلها. شايفين بقى دي تكست 55 بتساوي 1، هي موجودة. هنزود لها كلمة اند 154 بتساوي 0. فين 154؟ هو ده 154 بتساوي 0. في حالة لو ده بتساوي الساعة 12 بالليل مع الأول الشرط الأولاني اللي هو بتساوي 1 دي، يبقى نفذ الشرط، نفذ الإيه المهمة دي أو العملية دي. يبقى ده كله هيتضاف في الحتة، هيتضاف في الخانة دي. تعالى بقى ايه، نمشي واحدة واحدة كده. كده الساعة واحدة، يبقى قبل من الساعة 12 بالليل للساعة واحدة يوم واحد ويوم واحد. طيب تعالى نرجع ساعة ساعة. هنرجع بس دي ساعة. لا الساعة 12 بالليل، هو عمل لي الشرط، يبقى جاب لي من الساعة 23 لحد الساعة 0، بس من يوم 31 لحد يوم 1. 31 8 مظبوط، لحد يوم 9 مظبوط. طب معلش تعالى نرجع تاني للساعة، للساعة 1. يبقى هنا عمال ليه من الساعة من شهر 8؟ يبقى برضك هنطبق قاعدة اف وهنزود عليه ان، هنزود عليه ان. تمام كده. يبقى احنا هنا هنعمل عليها نفس اللي احنا عملناه. هناخد ده كده وكوبي،
ونضيف هنا اهو، هو هنزود عليه الان اللي هي الحته ديت تكست 54 بتساوي 0. بعد كده نضيف الكود تاني. او يبقى كده اصبح ما حد ما غيرش الا ما غيرش الشهر. لما يكون الساعه، لما يكون الشهر يوم واحد واحد في الشهر الساعه متاخره قوي، يعني الساعه 12 بالليل مثلا، ساعتها الدنيا هتتغير. اهي 31/8 ل 1/9 من الساعة 23 لحد الساعة 0. أي وقت تاني غير كده مش هي مش هينفذ ايه الـ IF. مش هينفذ الـ IF. لو زي ما انتوا شايفين من 1/1/9 من الساعة 4 للساعة 5 وهكذا. كده في الجيش الاخر مرحله هي مرحله ايه السنه. احنا هنيجي للسنه. السنه بتقول ايه بقى؟ امتى بتساوي، امتى يقل سنه؟ يقل عام يعني. لو ده بتساوي 12 وده بتساوي 1. هنكتبهم بقى كده اهو. لو اف تكست 156 لو ده بتساوي 1 والتاني بتساوي ناقص بتساوي 12 يبقى بالتالي يبقى التالي ده بتساوي ناقص 1. مية اتنين وستين ناقص 1 يبقى اي اف لو 156 ده بتساوي 1 اند 161 بتساوي 12 يبقى الكلام ده هتساوي يبقى 162 بس ناقص 1. اي حاجة غير كده هتساوي اللي هو 157. ونحط المعادلة دي كلها في الخانة هنا كقيمة افتراضية مع مراعاة ان احنا نشيل دي. هو مبدئيا كده عملنا 2018. تعال نعد في التاريخ هنعمل من 1/1 من 1/1 بقى المرة دي 1 يناير بس خليها الساعة 2 بالليل كده. اعمل كل حاجة زي ما هي. يوم 1/1 من الساعة 1 بالليل، من 1 الصباح، من 1 صباح اليوم يعني لحد الساعة 2 صباح اليوم في الدقيقة 11. تمام. يوم 1/1 دي الساعة. طب تعالى نرجع ساعة، نفس الشيء لو ده شايف كل حاجة ما تغيرش. تعالى نرجع ساعة، مش من هنا يعني، مش من هنا. دي بقى الحاسمة. في هنا لخبطة، بس هو طبعا كل حاجة ايه اتعملت بتاعت شهر 12، بس هنا في حاجة في لخبطة. تعالى نعمل ايه، تعالى
عشان ما نتلخبطش قوي هنخلي ده نعمل تكست بوكس هتساوي اللي هو ده اللي هو تكست 57 بس ناقص واحد بتساوي بس ناقص واحد خلاص. وهناخد ال 170 دي ونحطها هنا اهو. هنخليه هنا 170 ونشوف 170 بس نشيل بقى كمية ناقص واحد دي مبروك تعمل تاني. نزود ساعة كل حاجة زي ما هي مظبوط تمام. هي وده الخانات اللي احنا ايه عليه الشغل. طيب هنعمل مين الا بقى طبعا كل ده هيختفي خد بالك كل ده هيختفي. تعالى كده اهو بس ان ايه نظبط الدنيا شوية طبعا. الناس واحد بيقول لي يعني تكست بوكس كتير والكلام ده. تكست بوكس مش بفلوس يعني ده ببلاش يعني كمان انا ما اعرفش اشتغل التكست بوكس اعمل لك ايه يعني. يعني المفروض يعني التعليقات تبقى سلسه شويه يعني كده. هنا القيمه الافتراضيه بص بقى يا سيدي هنا يوم اليوم والشهر يبقى هنا اليوم ب 160 مش هتبقى خلاص بتساوي مش بنجرب عشان لو مش كده يعني هنعدلها. هو هنا ايه 160 وعندك هنا 165 بس نجرب بس كده نشوف ده شغال ولا مش شغال. فاحنا هنستخدم دي علامة العلامة دي موجودة في زرار رقم 7 في الكوبوت عندك وهنستخدم الحاجات دي. تعال نستخدمها كده هنوقف على اللي عندها مشكلة دي تمام. بس هنحطها هنا اهو نشيل نشيل العلامة دي ونشيل العلامة الايه قبل وبعد تمام كده. زي ما انتم شايفين بدأ التاريخ يتكتب زي ما انتم شايفين اهو بدأ ايه التاريخ يتكتب. عامة احنا مش مطلوب ان احنا نكتبها دلوقتي خليها دلوقتي بعدين. يبقى هنا في تيبل 3 هنا معمول الاف دوت هو معمول التاريخ هنا مفيش مشاكل خلال نمبر بس هتبقى اس لو لا دقيقة الدقايق المينت تمام كده
المينت بتاع بتساوي المينت بتاع لا هنشيله تاني، هنشيله تاني مش يلا. هنيجي عند الاستعلام، عند الاستعلام بتاعه الاستعلام، بس قبل ما نرجع للاستعلام هنرجع بس التاريخ ده بسرعة. النهارده 26/9، الساعة مش عارف الساعة كام، مش أي حاجة دلوقتي خلاص. طيب دلوقتي هنا هنشوف اسمها ايه دي اللي هو مش هنا بقى 23/20 اللي هي الحتة بتاعت عايزين بس نوصل لأي استعلام منهم. الكويري اي استعلام دلوقتي منهم عشان اعدل عليه. هناخد الاستعلام ده كنترول سي كنترول في، هنخلي الكويري تاريخ النهارده 26/9/18 بس، والكويري ده اهو هنقول له احنا قلنا مش هنشيل البرامتر بس دي او الفلتر ده، هو كل شويه هيبقى على فلتر. هجيب الشهر بتاع دوت ده، احنا لازم نشيل ده دلوقتي. يبقى هنا احنا هنا الـ year بتاع الفيلد اتعملت اهو، يبقى هنعمل هنجيب الشهر، هنجيب الشهر مانس بتاع الفيلد 1 وفي الكورس جبنا الشهر. نكمل الدي بتاع اليوم في الكورس، يبقى هنا جاب لي الداي اللي هو اليوم، بعد كده الساعة بتاعت اليوم. لما كان ممكن تكون دي ماشي، نخليها بقى جنبها كده اهو، يبقى جابت الساعة بتاعت اليوم. بعد كده احنا هنجيب الدقيقة بتاعت اليوم مينت مينت بتاعت اليوم فيلد وان بس كده، جابت الساعة وكل حاجة والدقايق، ده الدقيق دقيقة دقيقة. يبقى احنا كده جبنا السنة الشهر اليوم الساعة الدقيقة، كل اللي علينا اللي احنا في الخانة بتاعت 23 دي في الفورم بتاع 23 ده، يبقى احنا نبدأ من الساعة من السنة كذا من السنة كذا من التكست 62 لحد تكست 57 بيعملها ازاي؟ عندي فيلد 2، فيلد 2 مش فيلد 2 اللي هي اسمها اكس بار، ده 2 اللي هي بتاعت حاضر يبقى هنقول له هنا في الاكس، في الاكس بار ده between وعشرين، احنا قلنا 162
خلاص انا هحدد بس كده 62 لحد 57. تمام كده، هناخد بس ده بنسخة طبق الأصل، وهنسميه الكويري اللي هو 2 26 09 18، وهنا نشيل كلمة كابل اوف دي ونقول له ان دوت مش هيشوف اي حاجة خالص سوى ايه التعريف بتاعه اللي هو الكويري 26 ويجي 26 9 18، هو مش هيشوف اي حاجة تانية غير كده. وهنا هناخد بس اللي هو الكود، النقل بتاع الكود دوت، هنوقف عند كلمة آخر ساعة ونضيف الكود هو بس احنا ماشي. هناخد هو بس يبقى هنا 26 09 18 اللي هو لا بص هنا حتى الآن حاسس بشتم كان تاريخ معين آخر ساعة. هنا بيقول لك في مشكلة إن في الـ اللي اسمه 162، هو 162 مش شايف، هو مش قاري ال 162. تعال نتأكد من المعلومة فين 23، تعال نتأكد من المعلومة بتاعت 162 دي. احنا قلنا 162 between الى 162 ل 157، بس احنا لازم نقول له ده يبقى نمبر وده يبقى نمبر، لازم يبقى نمبر وده يبقى نمبر، ومش شوف كده فين النمبر اهو، يبقى رقم نفس النظام برضك ده يبقى رقم. تعال برضك ما زالت المشكلة مستمرة زي ما قبل ال الكلام ده هنا. مية اتنين وستين between and هناخد النسخة وهنضيفها هنا اهو، بس هنا هتبقى 157، 157 اتنين مش قريبهم، اتنين مش قريبهم. طب ثواني كده مش احنا هنا نساوي فورم ولازم نجيب من الاول خالص يعني، ماشي مفيش مشاكل، هات من الاول هنا اهو. هدي كلها هاخد الجزء دي، الجزئية دي هنضيفها هنشوف، عشان بقالي كتير ما عملتش البتوين دي.
هات كده في الكوست بوكس عشان ايه نعرف احنا بنقول نسوي ايه. between form دوت ده كله بقى محل كده اهو بتساوي الناحية التانية بس اخرها 57. برضك في مشكلة، هو بتوين يعني رقم، لازم يكون ده ايه، لازم يكون ده رقم. طب احنا هل احنا عرفناه برقم في الدير؟ هل احنا عرفنا الاثنين دول رقم؟ احنا قلنا ده بتساوي رقم نمبر وده بتساوي نمبر، خلاص من ناحية كده هيشتغل بتوين، هيشتغل بتوين كل حاجة. احنا عاوزين نوصل بقى ايه ليها من خلال هنا. تعالى طيب نعرف عنوان وطب ايه بالظبط عشان العنوان يبقى مظبوط. عنوانه مظبوط. فين 11/8؟ اهو بعد كده بتخش في شلدات ولسه وفي بلاوي. ماشي ماشي ماشي، هو واضح ان العنوان طويل قوي عشان نوصل للموضوع ده. العنوان طويل صح، لازم نقرب المسافه شويه عن كده عشان العنوان كده طويل. العنوان طويل. طيب احنا كده هنخش على عشان نعرف نجيب العنوان بس بالظبط. يبقى هنا اول حاجة شيلد شيلد 70 يبقى فور، بعد كده هنا ايه شيلد 70، بعد كده علامة التعجب دي ايه جوه شيلد 70 اللي هو 23 بقى اللي هو ده. بعد كده ماشي ماشي، يبقى احنا هنشيل شيلد 70 ده واللي جواه تكست ماشي. هنا هنشيل هنخليها شيلد 70 بدلا من فورم 23، شيلد 70 بعد كده جوه التكست نجرب كده. اللي هو بتاعت الير بتساوي بتوير، بلاش يا عم بتساوي طالما انت زعلان او كده. حاضر حاضر تخطي يلا. اعتقد كده اشتغلت. تعالى نضيف ده ايه العام الماضي. لا لسه ما عملناش العام الماضي او ما كانش فيها اصلا، هذا العام اهو اخر ساعه ما فيش. تعالى نضيف كده، قبل ما نضيف عايزين بس نخفي الاثنين دولت عشان انا بتضايق لما بشوفهم. في 23 ده كل ده يختفى.
تعالى نضيف، تعالى بس نضيف ادمن كده بسرعه. اضافه ادمن رقم 40، هنا اسم الادمن خالد محمد السيد، هنا رقم السر 20 20، ادخال. بعد كده عايزين نخش على الاعدادات، حذف الادمن، حذف، لا 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 اغلاق، حذف الادمن في التاريخ، هذا الساعه كان عمل محمد السيد، هذا اليوم محمد السيد، هذا العام اجد محمد السيد في وسطيهم، فين محمد السيد في وسطيهم؟ اهو. الساعه الماضيه مفيش، اليوم الماضي مفيش، العام الماضي، العام الماضي جاب لك محمد نور اشرف. هنا الساعة قبل الماضي مفيش، اليوم قبل الماضي مفيش، العام قبل الماضي مفيش، آخر ساعة ما جابهاش. ليه ما جابهاش ليه؟ هشوفه ما جابهاش ليه؟ المفروض أصلاً إحنا لسه أعمالنا بتاعت العام المفروض يظهر، طالما آخر الساعة دي يعمل لك الجميع العام دلوقتي. هنا البتاع ناقصة ليه ما ظهرش؟ البتاع ناقص، تعالى نشوف كده. هنرجع بس دي احنا كنا عاملينها مش منبثق، من ايه منبثق، بس حسب في هنا اتنين شيلد وليس شيلد واحد، في هنا ايه شيلدين اهو، ادي اول واحد اللي هو 70، خلاص نكتبه هنا شيلد 70، ماشي كده. ده هيفتح لي 23، 23 برضو هيفتح لي شيلد تاني، وقلنا الشيلد اسمه 102، لا مش ده، مش ده، انا هجيبه دلوقتي، خش هنا اهو، ايوه ما تفتح ده، شايف الشيلد ده مش عارف اوصل له. طب هنوصل له بس عن طريق الشيلد 21، الشيلد ايه ده، رقم كام؟ 21، فورم 21، فورم 21، يبقى هنا خد شيلد فورم اسم الشيلد، شيلد 14. يبقى احنا هنا المفروض هنعمل علامة تعجب بين قوسين شيلد 14 ونحط علامة التعجب دي، نفس الشيء بتاعت شيلد 14 دي بعد 70 على طول. شيلد 70، بعد كده شيلد 14، بعد كده ايه؟ هناخد ده كله، معلش احنا بقى هنقلل الفونت شوية عشان احنا مش شايفين، نقلل شوية كده بس، ناخد ده كله ونيجي نصبها هنا ونشوف. يبقى انا حذف اجمل تبقى تاريخ اخر ساعه، تمام. هو هنا جاب لي كله علشان انا لسه ما حددتش اخر ساعه، لسه ما عملتش بقيه الايه الفلتر، بس هو كده الحمد لله اشتغل يعني. طالما احنا جبنا العنوان ده سهل جدا نجيب بيت الايه العناوين، فهنا هناخد هو نفس الكود وهنبتدي بقى نشتغل على المانث اللي هو الشهر. تعالى هنا نجور بتاع الشهر ده، نرجع دي بس دلوقتي ولا نخليها دلوقتي، و فين الشهر اهو، يبقى من تكست 61، يبقى من 61
لحد لحد كام؟ لحد 56. كده هيبحث لي عن البحث هيقل عشان احنا حددنا الشهر. جاب لك شهر 9 بس، حددنا الشهر جاب لك شهر ايه 9 بس. نفس النظام، هنشتغل على اليوم بقى توداي 160 لحد 160 لحد 155. دوت هيكون بتاع اليوم، هتحط على الدي اليوم، هات على الدي بتاع اليوم او دي يوم. يبقى اصبح محرك البحث هيبتدي يقل لحد ما يجيب لك اخر ساعة. هو جاب لك محمد سيد ان هو مضاف النهاردة، كمل. يبقى احنا كده قربنا نخلص الحته ديت، هنشوف الجزئيه بس دي 23 دي، وهنجيب اللي هي بتاعت الساعه. يبقى من 59 إلى 54 لو ده يا سيدي رحت المعلم وعلى طول ده خاص في الاتش. ده الدقايق، واضح ان الساعات مش معمولة. year month day، الساعات مش محطوطة، بس محطوطة هنا اهو، عيب مش مشاكل، محطوطة هنا بقت الساعات. حذف حذف آخر ساعة، ما زال محمد سيد موجود في آخر إيه؟ ساعة. وأصبح كده نجيب إيه الدقائق، وكده نقدر نقول فينشت الدقائق، فينشت آخر حاجة يعني، مش كده؟ الدقائق هي من 58 إلى 52. واحد بعت لي رسالة بيقول لك صوتك مش عاجبني صوتك، يا عم هو هيعمل لك ايه يعني؟ هغير صوت، اغير صوت ازاي؟ مش فاهم انا اغير لك صوت ازاي؟ قول لي، انا قول لي حلها ايه؟ يعني لو بتفرج على ماتش كورة ماشي، وطي التلفزيون او شغل الراديو مزيه تاني. طب دلوقتي حلك ايه دلوقتي معايا؟ انا اعمل لك انا ايه يعني؟ مش فاهم انا والله، ناس غريبه وناس مش عارف والله يعني. يا عم واحد تعب يا جماعه، انا مش بشرح للناس، انا بتسلى. انا عايز تفهم بس افهم عند ناس، عند ناس ثانيه ما تفهمش عندي، انا بتسلى. خش بقى هنا، حطها بقى هنا ايه على ايه بتاعت ال الدقائق اللي هو الماين ده. بس كده تعال نشوف هنا، المفروض يجيب اخر ساعة، اخر ساعة. طب محمد سيد الشاذ، تعالى بقى نعمل كده ايه،
نضيف ادمن جديد. واضح ان محمد صاحب بقاله ساعه. تعال نشوف كده ايه ادمن جديد. رقم الادمن الحرفي، اسم الادمن محمد، محمد اسماعيل، شيرين، عشرين. بص خش على الاعدادات، حذف، حذف اخر ساعه. في مشكله بقى هنا كده، هنا كده في مشكله. هل علشان خاطر اللي احنا رقم الصغير من رقم كبير ما ينفعش؟ هنشوف كده. 21 من الساعة الدقيقة 12 للدقيقة 12، من الدقيقة 12 لحد الدقيقة 12. هو من ساعة ما عملنا الدقايق الدنيا اختفت. طب تعالى كده نشوف، نشيل الدقايق عشان يكون المشكلة في الدقايق بس. هذه المشكلة في الدقايق بس. تعالى كده هي مشكلة في الدقايق بس. تعالى بقى نشوف لها ايه بقى، ايه مشكلة الدقايق دي. هو هنا عمل لك من الساعة 7 للساعة 8. طيب احنا عايزين نحكمه من الساعة 13 لحد الساعة 13. طيب يا سيدي 13 لحد الساعة 13، من 13 لحد 13 أصبح إن الرقم مفيش رقم. حلناها إزاي صحيح؟ عم بقولها ده كله في الآخر مش تنفع؟ من 13 هي المفروض يعني برضك أنا قعدت أفكر فيها، أفكر فيها، قعدت أفكر فيها لحد ما وصلت لها. المفروض بدل ما بتبقى بيتوين أقول أكبر من أو بيساوي 13 لحد اصغر من او بيساوي 13، هو ده يقدر يجيب لك اخر ساعه بالظبط بالملي بالدقيقه، لكن مش بالثانيه الصراحه. لكن انا مش هشتغل في الثواني، صعب يعني، مش للدرجه دي يعني. تعالى نعمل المعادله بقى، هنغيرها شويه، بتاعت البيتوين دي اللي هي الخاص بتاعت المينت دي. هنقول بس بسرعة كده ايه المينت اكبر من او بيساوي، اكبر من او بيساوي الرقم ده. اند هات اند دي هنا اند اصغر من او بيتساوي. اعداد حس نعكسها. طيب انا نعكسها، اعكس كانت دي نخليها دي. طيب وديت نخليها التانية، بس نشيل دي. ما عملتش برضه للأسف الشديد. احنا لازم نتأكد من
الكلام ده بتساوي اللي هو الدقايق ده بالذات ده او ده عامه ده بس كده هو بتساوي نمبر عشان يقدر يتنفذ العمليه الحاسبيه بتاعته. نفس الشيء برضك هنا. بعد كده احنا عايزين نقول له بقى اكبر من او بتساوي الكلام دوت. عايزين نطبق اكبر من واصغر من. يبقى هنا المفروض اكبر من الرقم ده اكبر من الرقم ده خالص. يبقى هنا علامة اكبر من علامة اكبر من. وعشان نعرف نتأكد من علامة اكبر من وانت مش عارفها علامة اهي علامة اكبر من علامة اكبر من هي خلاص كده كده اهو هقعد عليك بجون تعريض عشان بس تبقى انت فاهم لو انت بتلخبط. يبقى اكبر من 58 اللي هو 158 في 158 هنا اللي هي بتاعت الدقايق بالك بتاعت الدقايق 158 هتبقى علامة أكبر هناخد علامة أكبر في الجزء التاني أهي هي دي هي كده علامة أكبر من and علامة التانية هيبقى ايه الدقايق التانية هتبقى 152 ماشي كده عشان دي خاصة بالدقايق هتبقى علامة عكس العلامة دي أصغر من علامة أصغر من كده نخش هنا وبنضيفها في خانه اللي هي بتاعت مش بتاعت الدقايق كده نحس ادمن هل هو دلوقتي ما جابش حاجه هل فعلا في اخر ساعه ما ضافش حاجه هنشوف كده نعمل ديف ادمن جديد كده اهو لسه ما اتفعلتش او لسه ما اشتغلتش. طيب هنشيل عامة الاند دي عشان واضح ان الاند دي مش مظبوطة جاب لي محمد اسماعيل يبقى المفروض محمد اسماعيل يبقى هنا المفروض المفروض نصغر العلامة نغير العلامة المفروض نغير العلامة يبقى دي أصغر من يبقى هنا أو يساوي نعمل علامة أو يساوي بس هو كده جاب لي الاثنين علامة أصغر من أو يساوي جاب لي الاثنين هنعكس العلامة دي بقى
نعكس العلامة دي. ونجربها كده مع الاند. هنشوف. يبقى هي الاند مش هتنفع معايا، الحته دي مش هتنفع خالص، حته الاند دي نشيل الاند خالص كلها ونضيفها هنا لوحديها. هل ده كله مضاف اخر ساعة؟ لا طبعا ده مضاف مش مضافش في اخر ساعة خالص. معلش انا بحثت فيها وطلع هذا هو ده الصح بتاعها، بس هنا علامة اور اصغر من المان التاني، فبناخدها كده اهو كلها على بعضها و هنضيفها هي هنضيفها بهذا الشكل. هنا جاب لي اخر محمد السيد محمد اسماعيل والاخير. هل محمد السيد ده كان فعلا كان اخر ساعة؟ هو دلوقتي الساعة 8:55 زي ما انتم شايفين اهو، 8:55 المفروض اولك الساعة 7:55. التلاتة اهو 7:55. هنا كان المفروض هنا 55 كان المفروض محمد السيد تقريبا ما يظهرش، هو ده المفروض تقريبا ما يظهرش محمد السيد. هنجري الساعة كمان هنشوف كده، هنجري الساعة كمان 10 دقايق نخليها بالظبط كده نشوف. هو شال لك محمد السيد، شال لك محمد الساعة على أساس دلوقتي الساعة 9 بالظبط. هو لو كان هيجيب لك الساعة 9 والساعة 8 كله كان هيجيب لك محمد السيد، لأن محمد السيد طب ماشي هنبتدي نمشي لحد ما نشوف. يبقى كده الساعة هنلعب الساعة نخليها 15 كده. هنا 9:15 المفروض اللي هو محمد اسماعيل ده يتشال. هل هو هيتشال ولا مش هيتشال؟ ما اتشالش، يبقى اصبح الساعة مش جايب بردك اخر الساعة بالظبط. هو مش جايب اخر الساعة بالظبط ما زال. بالنسبة لاخر الساعة هي مش هتتنفس خلاص، يعني هي كده هنخليها لحد ما نشوف لها الكود بتاعتها ونقدر نجيبها اخر ساعة بالملي. لكن كده هجيب لك الساعة اللي احنا واقفين فيها والساعة اللي فاتت والماضي، كده هجيب لك الساعة اللي احنا فيها والماضي والساعة الماضية. حسب ادنى تلك تاريخ معين اخر ساعة هيجيب لك الساعة الماضية اخر ساعة. عايزين نضيف ادمن يبقى هنا حذف
اخر ساعة هيجيب لك محسن اهو، هو ده في اخر ساعة. انما اليوم الماضي مفيش، العام الماضي اهوت، هذا العام واو يعني اخر ساعة كده. بس ده ما تنفذتش قوي، هو جاب لك للاسف شديد الساعة اللي احنا فيها والساعة اللي فاتت، لان انا مش عارف حتة الحتة ديت عملت اكبر من واصغر من، مش عارف اوصل لها. ان شاء الله لما اوصل لها هعملها، بس هي مش هتفرق كتير يعني، مش هتفرق كتير. ان شاء الله هنخش على الحلقة الجاية آخر 24 ساعة، ممكن ان شاء الله هتكون العملية دي اسهل، ولو عرفناها هنطبقها في اخر ساعة.